السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ديلي سبورت، تحياتي للجميع. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا موضوع عمر السومة في الدوري القطري، في العربي القطري، هو بمراحله الأخيرة اليوم. فينا نقول شكرا للعربي القطري، شكرا للجماهير القطرية، شكرا ل استديو المجلس، شكرا لنشأة أكرم الحبيب الغالي، كنت تابعه أنا، بعشق كرة القدم العراقية. شكرا لجميع من حاول تدمير وتشويه صورة الكابتن عمر السومة. طبعا عمر السومة ممكن لتاريخ تصوير هذا الفيديو، هلا بتلاقوا الخبر النشر أو بعد شوي بالنشر، حيروح على الدوري السعودي، حيطلع فينا نقول 99.99% إلى التعاون السعودي. فينا نقول حسم الأمر وحنشوف الكابتن عمر السومة مجددا في دوري روشن السعودي، وإن شاء الله تكون انطلاقة قوية وبداية إن شاء الله تاريخية جديدة للكابتن عمر السومة. ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء أيضا للمتنفعين من موضوع عمر السومة. طبعا بالنهاية حابب نختم موضوع عمر السومة بمراحله الأخيرة في الدوري القطري بهذا الحديث والخلاف الكبير اللي صار في الاستديو المجلس بين الكابتن نشأة أكرم، وتفرجوا شو صار واستمتعوا باللي صار، وبعدها إن حديث تاني. يلا نحكي. تتكلم على يزن عماد وتتكلم على عمر السومة وتقول مثلا ممكن عمر السومة يمشي مثلا يعني، بس أنا أشوف كأحصائيات وأرقام، أرقام عمر السومة أفضل من الكابتن سابقاً. سابقاً إحنا ترى ما في ماكو واحد بالمجلس يقول عمر السومة مو لاعب كرة قدم ولا واحد، لكن بعد الكابتن نشأة أكرم طبعا أبو محمد إيش قال لك بال2016 كان إنه مساكني أفضل لاعب في منتخب تونس وأرقام. اليوم الأرقام هو شنو؟ هي مثل المشروع، أنت اليوم مثل المشروع تعمل دراسة جدوى، من اللي يفيدني للمستقبل؟ هو أنا في وجهة نظري تجديد لعمر السومة ومساكني في نص الموسم خطأ. ليش؟ لأنه أنت تعرف لاعبين أعمارهم متقدمة، أنطوا كل اللي عندهم، ممكن في الموسم القادم ما راح يكونوا موجودين عندك. وانتهى الموسم، وانتهى الموسم، وكل الكل يعرف أنه ممكن اللي مساكني بعمر السومة ما راح يكملون ويا الفريق، صح ولا لا؟ الكل إذا ما كانت عنده قناعة ممكن يكون عنده شك 90-95% أنه اللاعبين النجوم الكبار اللي مساكني بعمر السومة ما راح يكونوا موجودين. قد يكون كابتن أوقات الحالة النفسية حق اللاعب. لا أنا أقول لك شغلة واحدة، بالمعسكر عمر السومة ما مرتاح مع الفريق، ما مرتاح مع المجموعة موجودة في المعسكر، ما مرتاح مع المجموعة، ما مرتاح مع موجودة. والدليل إنه لا أنت كنت موجود في المعسكر، أنت كنت موجود يا لعيبة في المعسكر، مدحت وياك أبو حمد، أنت موجود في المعسكر مدحت وياك، لا أصلا كلام تقول مش مرتاح ومو مرتاح، لا تقعد تجيب أقاويل وتطلع إشاعات إلا مش مرتاح، لو مش مرتاح قال لهم أنا مش مرتاح وبطلع من النادي، ما يقدر يطلع من بينهم عقد يا أخي، أدري في عقد، أنا أقدر ممكن يقول أنا أبي أفسخ العقد وبطلع إذا مش مرتاح يا أحمد السيد أوجه، أما يقول لك يقول يخلق لي مشاكل هلا بكره بيروحوا مرسوم شو بيعملوا ده؟ ما عنده شيء بيحكوا، ما تمرن وياهم، ما يتمرن صبح وعصر، كلام نشط صحيح يعني هسه اشتكش بالله يعني لا يخلي واحد يخلي لا يخلي قلت بداية الموسم، قلت لي مشكلة بداية الموسم نفس الشيء، قلت إن المساكني ما له رهوة بالاستمرار، وإن الرجال يبي يطلع، وإن النادي ما له رهوة يستمر اللاعب، هذا قلناه بداية الموسم، نفس الكلام اللي أنا قاعد يقوله. وفي المعسكر ما كانوا يعني مسكين نشط ما جاب كلام مخه يعني ما جاب كلام، هذا كلام صحيح خالد؟ لا خالد كلام نشط كلام صحيح كلام واضح يعني كلام واضح، واليوم لما نحلل الأحداث اللي قاعدة تصير هم أخطأوا إنه وقعوا معاهم سنتين بداية الموسم الماضي، ثلاث سنة تقدير على العمر وعلى العطاء، ومن ثم إذا قدم مستوى طيب ممكن أجدد وياه موسم في نهاية الموسم، ولكن اليوم أنت واضح من المعالم أن الطرفين مش راغبين في أنه يكملون. هو شوف ولكن العقد اللي موجود بالنص ملزم. يعني بالضبط ملزم على الطرفين. متى وقع وياي خالد ومرزوق؟ متى وقع وياي الاستمرارية؟ لو الطرفين ما عندهم الرغبة بيقعدون بيرسخون العقد بالتراضي. لا في أندية كبيرة، اللاعب عنده رغبة في الاستمرار عشان العقد الثاني. احنا قاعد نجتهد في تحليل الامور والاوضاع اللي قاعد نشوفها. واللاعب اذا ما عنده عرض، لان الموضوع كله عصبان بيكمل. لا اللاعب اذا ما عنده عرض يروح للنادي يقول له مكسر عقدي واضيع فلوسي، يعني معناته ابقى قاعد، يعني معناته عنده رغبة في الاستمرار. لا حبيبي اخوي اسمعني، انا لاعب واقول لك
اللاعب اذا النادي اذا هو موقع عقد والنادي ما يريد يجدد وياه، هو حاس ان النادي ما يريد يجدد وياه، ما يروح وما عنده عرض من برا، ما يروح للنادي يقول له انا اريد اكسر عقدي وانا اريد اتخلى عن 3 مليون دولار في سبيل انه انا اريد. هو ما عنده نادي، اذا ما عنده رقم خوذ عم يتهم السومه انه ما كان عنده نادي بوقتها. يعني الكابتن نشأت حبيبنا الغالي ابن الرافدين ابن منتخب العراق 2007 أخذوا كأس آسيا، يعني كنا أتوقع كل الشعب العربي كان تابع ديك المباراة وأشاد بهدول اللاعبين والنجوم المنتخب العراقي. بالنهاية كل واحد بيحكي عن شخصه وليس عن بلد بأكمله. رأيك كابتن يحترم، ولكن بالنسبة لنا نحن كسوريين كابتن عمر السومة هو نجم سوريا، نجم الخليج، نجم آسيا، هداف، بدك تعتبر ولا تعتبر هذا الشيء بيخصك إلك، وأيضا المجموعة من اللاعبين والإعلاميين الموجودين في المجلس، أيضا موضوع السومة هو عملكم شغل حلو بموضوع الاستوديو التحليلي. بكرة بس أنه راح عمر السومة مع الدوري السعودي وصار مع فريقه وبلش مبارياته ونجم بإذن الله تعالى، حنشوف عندكم هالاستوديو مين عم بيتابعه وشو عندكم مواضيع تحكوا فيها بكرة. يعني طالما أن اليوم نحن مستلمين السومة بعد كل مباراة هو خطأ وهو سبب الخمس أهداف وهو لازم، هو ما عنده نادي وجددوا له وعم يتنازل عن 3 مليون عم يتنازل، يعني بالنهاية أتمنى وأرجع أقول ومليون مرة بقول إن شاء الله أنه سومة يتنازل عن دولار واحد لإله مع أي نادي كان، مو بس مع نادي العربي، أي نادي كان ما بيتنازل على أي دولار لإله. هذا حقك، هذا تعبك، هذا شغلك، هذا مجهودك، بالنهاية هذا عقدك أنت بتاخذه كامل. اليوم إذا بدك تنازل عن طيب وعن حب وعن كذا فشوف العالم شو عم تحكي بالاستديوهات التحليلية، بيقول لك والله أنت ما كان عندك نادي وصار شو، بس بدك توقع مع نادي العربي. مع احترامي نادي العربي يعني لا نادي بطولات ولا نادي آسيوي ولا نادي أخذ له شيء اتحاد، ما عنده شيء يعني من البطولات اللي هي القارية أو بشكل عام الكأس اللي أخذها عمر السومة، كأس أمير قطر فقط، ما في شيء تاني يعني. بتمنى التوفيق بشكل عام للنادي العربي، للمجلس، للمدربين، المحللين اللي موجودين، ولكن أتمنى بنفس الوقت أنه وقت تنتقدوا انتقدوا رياضة وليس تنتقدوا منشان ترضوا فلان على حساب فلان وغيره. على كل الكابتن عمر السومة إن شاء الله حيريحكم ويبسطنا، حيروح إن شاء الله على الدوري السعودي، هي مسألة يمكن ساعات أو يوم أو يومين بالكثير، ويمكن لتاريخ هذا الفيديو بيكون الكابتن عمر السومة أعلن عن وجوده في الدوري السعودي وتعاقده في الدوري السعودي مع نادي التعاون إن شاء الله. هذا الحكي اللي عم بيصير حاليا على منصة إكس. بالنهاية الكابتن عمر السومة هو هداف ونجم شاء من شاء وأبى من أبى، وبالنهاية التاريخ يشهد والملاعب تشهد والأرشيف موجود. الكابتن عمر السومة بصراحة اللي صار معه في الدوري أو النادي العربي من إدارة النادي العربي، يعني هلأ بدك الكابتن نشط بيقول لك وقعوا معه ماذا، يعني مين غلطان اليوم؟ انا لاعب والله بعرف العب ما بعرف العب، اليوم انا لاعب نجم ولا غير نجم؟ قلت الإدارة هذا العقد يتفضلوا، بدكم ما بدكم الله معكم. فهن اللي راحوا وقعوا وجددوا ما شافوا العمر، وين الاحترافيه بالموضوع؟ ما شافوا عمر اللاعب كم، ما شافوا اللاعب شو عنده سي في، ما شافوا اللاعب شو قدم الموسم الماضي. فهذا الشيء كله يروح وين يا كابتن نشط؟ بيروح على الإدارة اللي هي ماسك الموضوع. بالنهاية موضوع الخلافات وموضوع المعسكر وموضوع ما بعرف مين، أكيد لو عندكم معلومة دقيقة كنتوا طالعتوها، وأنا مستغرب من بشكل عام يعني المجلس والأستاذ خالد الجاسم، عندك ما شاء الله برنامج كبير وبرنامج على مستوى عالي، فيك تتصل بإدارة نادي العربي وتحطهم على الهواء وتقول لهم تفضلوا اشرحوا لنا شو عم بيصير مع الكابتن عمر السومة. هون بيكون عملك عن جد منطقي بشكل كتير كبير، وفيك تقنعنا بوقتها، يعني بتقول والله نجم السومة هو اللي غلطان او اللاعب او النادي او المدرب. يعني مستغرب انه تاركين كل شيء امور فنية بتخص النادي وتدهور النادي، نتائج النادي والمحترفين وغيره، يعني كل هالقصص هي التعاقدات تاركينها كلها ورايحين على الكابتن عمر السومة. بتحكوا انه السومة والسومة والسومة والسومة، طلع السومة من عندكم، راح يروح السومة على الدوري السعودي، وان شاء الله ما بيرجع يلعب هنيك ان شاء الله مرة تانية في العربي او بنادي لا يحترم وجود النجوم، مع احترامي لشخصية النادي الكبيرة اكيد، ولكن شو راح تحكوا بعدين؟
شو ممكن انتم تقدموا محتوى يعني او سلو تحليلي بعدين راح السوم وراح المساكني وراح فلان وراح فلان، حيجي الكابتن يزن عماد حيعد له موسم بالعربي، اذا كمل الموسم بالوضع الحالي بالاداره الحاليه بالمدير الفني الحالي بالمشاكل الاعلاميه اللي عم بتصير بالشيء اللي عم بيصير كله، ما راح يطول موسم واحد يعني، حيطلع بيروح على نادي اخر وبنرجع نحن. المشكله وين انتم ما قدرتوا تعرفوا او تعرفوا وين ما بدكم تحكوا يعني. قلت لك يا الكابتن استاذ خالد يعني فيك تتصل بإدارة النادي العربي بتقول لهم شو مشكلة السومة، ليش هيك عم بيصير النادي العربي، ليش هتدهور بهالنتائج وبهالأداء وبهن يعني شو عم بيصير، محترفين ما بدهم يلعبوا، محترفين طلعوا، محترفين بدهم يطلعوا، يعني شو عم بيصير، أحسن ما إنه عم نتكهن وهذا بيقول لك عم يتنازل عن مصاري وهذا بيقول لك ما كان عنده نادي وهذا. أنت بتحكي عن نجم اسمه عمر السومة، أنت بتحكي عن نجم نجم كبير يعني عمل عمايل بنادي القادسيه ونادي الاهلي السعودي وهلا بالقطر بالاهلي العربي القطري. بتمنى التوفيق ان شاء الله يا رب للكابتن عمر السومة، لكل محبي الكابتن السومة ان شاء الله الدعاء للسومة بالتوفيق مع ديو جديد ان شاء الله. هي موضوع ساعات ويتم اعلان عن صفقه عمر السومة الجديده والانتقال الجديد للكابتن عمر السومة. بالتوفيق للنادي العربي ان شاء الله، بالتوفيق للدورياتنا العربيه نشوفها باحسن حال إن شاء الله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.